عد المركز الوطني للمخطوطات باضرار من بين اهم المراكز الثقافيه بالولايه، والذي انشئ بموجز او بموجب مرسوم من تنفيذي سنه 2006 وانطلق في مهامه رسميا سنه 2008، يهتم بالمحافظه على المخطوطات القديمه عبر اقليم الولايه ومختلف مناطق الوطن. نتابع تفاصيل الموضوع مع اليمين بالعلمي ووردة عقشيش. أزيد من 75 خزانة تضم 9200 مخطوط يعود تاريخها لآلاف السنين المتواجدة بالمركز الوطني للمخطوطات بأضرار، الذي أنشئ بموجب مرسوم تنفيذي سنة 2006 وانطلق مهامه رسميا في 2008، والذي يعد من أهم المراكز الثقافية بالولاية. يقوم المركز الوطني للمخطوطات بحفظ المخطوطات بالطريقة العلمية، كذلك بفهرس المخطوطات، جرد المخطوطات، إعداد خريطة وطنية لخزائن المخطوطات المتواجدة على مستوى الوطن. بطريقة يدوية واستخدام وسائل مختلفة يتم تنظيم المخطوطات من الغبار ومختلف الشوائب، حيث يقوم عمال المخبر بجرد المخطوط وفهرسته علميا، ليتم بعد ذلك إخضاع المخطوط للتصوير الآلي والحفظ على نسخة مصورة لكافة صفحات المخطوط دون إحداث أي تغييرات. أول العمليات التي نقوم بها عند دخول المخطوط إلى مخبر المركز هي عملية تنظيف اليدوي، نستعمل فيها البروس والمشارط، الهدف منها هو إزالة الغبار والأتربة وبقايا فضلات الحشرات. بعد مرحلة نتاع التجليد يوضع يعني المخطوط يعني في حافظة تصمم خصيص له حسب يعني الحجم نتاعو والسمك نتاعو الى اخره. مركز المخطوطات الوطني يسعى للحفاظ على التراث ووضعه في خدمه الباحثين ومختلف الهيئات الوطنيه والدوليه المهتمه بالدراسات والبحوث العلميه. في عمليه الترميم في حداته حطت